نتابع المزيد مع مراسلنا من بيروت أحمد سنجاب. أحمد، بعد التحية، إذن هل هناك آمال ربما الآن لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بعد فراغ ربما منذ أكتوبر من عام 2022؟ وهل ربما أيضا هذه الخطوة تأتي في مقدمة الخطوات و يعني المسار إلى أيضا وجود الكثير من المناصب التي ربما الآن هي أيضا فارغة، ليست فقط في رئاسة الجمهورية ولكن في مؤسسات كانت سياسية أو أمنية أو حتى اقتصادية؟ نعم، بالفعل ربما أن الفراغ الرئاسي أو الشغور الرئاسي في الدولة اللبنانية كان هو الشغل الشاغل لهذه الجلسة التي عقدت قبل قليل في مقر مجلس النواب اللبناني في العاصمة اللبنانية بيروت، فرغم أن هذه الجلسة كانت مخصصة لنظر عدد من الموضوعات وأبرزها موضوع التمديد لقائد الجيش لعام إضافي، لأن ولاية قائد الجيش تنتهي مطلع العام المقبل، فكانت هذه الجلسة ربما أقرت التمديد لقائد الجيش اللبناني لعام إضافي، وأقرت أيضا التمديد لعدد من كبار الضباط في الجيش اللبناني. لكن كان الشغل الشاغل لهذه الجلسة هو الشغور الرئاسي. في مستهل هذه الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه سيدعو لجلسة عامة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 من شهر يناير المقبل، وكانت هذه الخطوة هي خطوة هامة في اليوم التالي لوقف إطلاق النار. ربما الحديث عن ملء الشغور الرئاسي لم يكن جادا كهذه الأيام، هذه هي المبادرة الأكثر جدية، وربما أن كافة الأطياف السياسية في الدولة الموضوع في هذه الأثناء بمنتهى الجدية، وخصوصا بعد العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان على مدار الأشهر الماضية وانتهاء هذا العدوان بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، علما بأن هذا العدوان الواسع كان في فترة رعاني فيها لبنان شغور في مقعد رئاسة الجمهورية وشغور في عدد من المواقع القيادية في الدولة اللبنانية بفعل الشغور الرئاسي أو كنتيجة وتبعات للشغور الرئاسي. الرئيس نبيه بري أمهل القوى السياسية ربما أكثر من شهر للتشاور لتكون الجلسة في 9 من شهر يناير المقبل هي الجلسة الحاسمة والتي تنتهي باختيار وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. في أواخر الجلسة تحدث نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس مصعب وتقدم بالشكر لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفي كلمته في الشكر على التوصل أو المساعدة في التوصل والتفاوض لوقف إطلاق النار، فرد عليه الرئيس بري بأن الجلسة في 9 من شهر يناير المقبل ستكون جلسة حاسمة في ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأكد أيضا أنه سيدعو السفراء الأجانب المتواجدين على الأراضي اللبنانية لحضور هذه الجلسة، وهو ما يعني أن هذه الجلسة ليس كسابقتها من الجلسات التي لم تشهد أي توافق، وبالتالي على ما يبدو أن لبنان على موعد مع انتخاب رئيس للبلاد لإنهاء الشغور الرئاسي في 9 من شهر يناير المقبل. هذه الجلسة ستكون جلسة هامة، وربما هناك مفاوضات ومشاورات دائرة في هذه الأثناء لبحث ملء الفراغ الرئاسي وإنهاء الشغور الرئاسي في البلاد. هناك زيارة يقوم بها الآن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة اللبنانية بيروت، والتقى قبل قليل برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هنا أيضا في مقر مجلس النواب اللبناني لبحث الشغور الرئاسي، علما بأن المهمة الأساسية للمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان هي مساعدة الدولة اللبنانية ومساعدة الفرقاء السياسيين في لبنان على تقليل الخلافات وصولا إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. المبعوث الرئاسي الفرنسي التقى بعدد من الكتل النيابية في الساعات السابقة، وسيلتقي أيضا بعدد من الكتل وممثليهم على مدار اليوم وغدا، كما سيكون دور اللجنة الخمسية بالوضع في لبنان والتي تضم في عضويتها دول الدول الشقيقة والصديقة للبنان وعلى رأسها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسعودية وقطر، فبالتالي سيكون هناك حراك سياسي ودبلوماسي كثيف على مدار الأيام القليلة المقبلة من أجل الوصول إلى هدف واحد وهو إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، علما بأن إنهاء الشغور الرئاسي وهذه الجولات لا تعني انتخاب رئيس جديد للجمهورية فقط، ولكن تعني أيضا أن يكون هناك توافق بين الفرقاء السياسيين في لبنان على تسمية رئيس جديد للحكومة وعلى تشكيل حكومة جديدة لتعود مرة أخرى المؤسسات
الرسمية والمؤسسات الشرعية في الدولة اللبنانية للعمل بكامل طاقتها بعد أو بناء على وقف قرار وقف إطلاق النار. فبالتالي لبنان أمام 60 يوما حاسمة، إما على سواء على مستوى الاتفاق لوقف إطلاق النار أو أيضا سواء على العمل السياسي لإعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية. نعم، شكرا لك أحمد سنجاب، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت.